سنة 2021 كانت صراحة سنة صعبة بسبب جائحة الكورونا وبسبب الحصار، ونتمنى طبعا في سنة 2022 يكون الوضع تحسن ويكون سنة حب وسنة سعادة، ويكون إن شاء الله المجتمع كله في أحسن حال. سنة 2021 يعني الحروب أول شيء خشت علينا، ثاني شيء خشت علينا كورونا، تسكير وحصار وحروب، ما في شغل ما في شيء نتمناه. يعني كنا بسنة 2021 ونتمنى بالسنة 2022 نتمنى كل خير، كل يعني زي الدول البارة زي أي بلد يعني عايشة مع أطفالها مع أمورها، ما فيش عندها حروب ما فيش عندها حصار ما فيش عندها ضمان، يعني نتمنى كل حاجة. والله ظروفها كانت صعبة جدا، احنا عندنا كان بيت في برج الجلاء انهد، وهينا قاعدين مشحوطين ومشلططين، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني كانت ظروفنا صعبة جدا من ناحية الاقتصاد والنفسية. بنتمنى في هذا العام انه الله يوفر لنا الهدوء والنجاح وهيك يعني فرص عمل لها الشباب اللي قاعدة، يعني انه فرص عمل يعني الاطفال الشباب اللي في اجيال التسعينات اللي بالمرة ما إلهاش اي فرصة عمل، هذه اللي نفسي إلها يكون فرص عمل وتشتغل ويصير لها دخل ويصير لها يعني تهتم في حياتها وتهتم في ظروفها. من حقنا نعيش ومن حقنا انه الواحد يشم الهواء يغير جو. شوف الصورة